أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله العظيم، أعظم الكتب السماوية على الإطلاق، حبل الله المتين. قد عني علماء الإسلام على اختلاف تنوع علومهم بخدمة هذا القرآن العظيم. صدى التقوى بالرياض تقدم إشراقات قرآنية. سأذكر مع كل سورة كلاما مقسما إلى مسائل، إشراقات كلام أهل العلم كثير وكثير، وما كلامي هذا إلا قطرة من بحر علمهم عليهم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. نفخ الشيطان الكبر والعجب، ومن نفسه قيل الشعر، من همزه أدواء ومصائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن عام لجميع الناس، والرحيم خاص بالمؤمنين. أم الكتاب في هذه السورة علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة من الشيخ ابن عثيمين، كان كلما فرغت من الفاتحة قال آمين فاستفدت. هذه فائدة أولى. قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية، إشراقا إشراقا. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما بالتكرار حكمة. من ذلك التأكيد الكلام لأهميته. إشراقا إشراقا. الحوض في عرصات القيامة، والكوثر في الجنة، ويشخب ميزابان من الكوثر في الحوض في عرصات القيامة. إشراقا إشراقا. الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لو قال في صلاتهم فكل مصلي يقع في السهو. إشراقا إشراقا. كل سورة جاء فيها لفظ كلا فهي مكية. إشراقا إشراقا. كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به ربه بالجواب، وكل ما جاء وما يدريك لم يخبره. إشراقا إشراقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم إشراقات قرآنية، وهي دروس في تفسير بعض السور القصيرة من جزء عمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، وقد جمعت في ألبوم من 4 أشرطة تحتوي على تفسير الاستعاذة، البسملة، الفاتحة، المعوذتان، الإخلاص، المسد، النصر، الكافرون، الكوثر، الماعون، قريش، الفيل، الهمزة. والآن مع الشريط الأول، ويحتوي على تفسير الاستعاذة والبسملة والفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية على الإطلاق، ولقد تكفل الله تعالى بحفظه كما قال في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد عني علماء الإسلام على اختلاف تنوع علومهم بخدمة هذا القرآن العظيم، والتفاسير وكتب علوم القرآن لا يحصيها ديوان كاتب، فهي بالمئات لا بالعشرات، ولو جمعت الرسائل والمصنفات المختلفة من المتقدمين والمتأخرين لتجاوزت الآلاف، وفهارس المكتبات العامة والخاصة تشهد بذلك. لما كان الأمر كذلك كان حرياً بطالب العلم أن يعنى بالقراءة في كتب التفسير، لأن السلف الصالح عليهم رحمة الله كانوا يعنون بتعلم معاني القرآن
كما يعنون بتعلم أو بحفظ ألفاظه. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بتعليم أصحابه معاني القرآن كما يعنى بتعليمهم لألفاظه. والتفاسير متنوعة، هناك تفاسير تعنى بالجوانب العقدية، وهناك تفاسير تعنى بالجوانب البلاغية، وهناك تفاسير تعنى بالجوانب الفقهية إلى غير ذلك. وفي هذا المجلس أو في هذه المجالس سأذكر مع كل سورة أو عند كل سورة كلاماً مقسماً إلى مسائل، لأن العلم إذا قسم يسهل ضبطه وحفظه والاستشهاد به عند الحاجة. وأنت تعلم أن كلام أهل العلم كثير وكثير في التفاسير، وما كلامي هذا إلا قطرة من بحر علمهم عليهم رحمة الله. وسيكون الكلام كما ذكرت لكم مقسماً إلى مسائل، وهذه الطريقة أعني تقسيم العلم إلى مسائل يسهل ذكر ما يحتاج إليه الملقي من الفوائد، كما يسهل على الذهن استحضار أو ضبط أغلب أو أكثر أو جميع تلك الفوائد. والطريقة المقننة على منهج علمي يجعل طالب العلم أو يسهل عليه ضم النظائر إلى بعضها وجمع المتماثلات والتفريق بين المختلفات. وسأبدأ بالكلام عن الاستعاذة أولاً، ثم عن البسملة، ثم يكون الكلام عن أول سورة، سورة الفاتحة، ثم أبدأ بالكلام على السور من جزء عما ترتيباً تصاعدياً من سورة الناس، الفلق، الإخلاص. ذلك لأن هذه السور القصيرة في ألفاظها هي أكثر ما يتلوه الناس ويحفظونه الصغار والكبار، العامة والمتعلمة. الاستعاذة، المسألة الأولى ألفاظ الاستعاذة. جاء في الكتاب والسنة ألفاظ الاستعاذة. اللفظ الأول هو المشهور والمتوارد على الألسنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في السنة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذان لفظان، ولفظ ثالث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء لفظ الرابع: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. نفخ الشيطان الكبر والعجب، ومن نفثه قيل الشعر، ومن همزه أدواء ومصائب يصيب بها الشيطان العبد. المسألة الثانية: متى يستعيذ القارئ؟ لأهل العلم قولان. القول الأول وهو المشهور والصحيح: يستعيذ قبل القراءة، لكن جاء قول آخر وهو أن الاستعاذة تكون بعد القراءة على ظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. علل أصحاب هذا القول الذين يقولون بأن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة بأمرين. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الآية، فإذا قرأت فاستعذ. والأمر الثاني
وهو أن الاستعاذة أو أن القراءة إذا فرغ منها ربما يصيب الإنسان عجب ويصيبه حب لثناء الناس عليه، فأمر بالاستعاذة بعد القراءة طرداً لوساوس الشيطان وألاعيبه. لكن الصحيح هو القول الأول، يدل لذلك عمل المسلمين وتواتر المسلمين على ذلك. ثانياً أن سياق الآية سائغ في لسان العرب أن يكون ظاهر هذا الكلام، أي ظاهر الآية أن تكون الاستعاذة قبل القراءة. قالوا كما قال الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالأمر بالغسل في ظاهر الآية أنه يكون متى؟ بعد القيام إلى الصلاة. صحيح أن قبل الدخول في الصلاة يتطهر الإنسان، ومثل ذلك أيضا إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، المراد إذا أردت أن تأتي مضجعك، يعني قبل أن تأتي مضجعك توضأ وضوءك للصلاة. أيضا في ظاهر في الآية قبل أن تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من طرد الشيطان وطرد وساوس الشيطان، وتطلب الله العون على حسن التلاوة والتدبر. المسألة الثالثة معنى الاستعاذة. الاستعاذة معناها من أول لفظها أعوذ بالله، عاذ يعوذ، وما تصرف من هذا الفعل بمعنى اللجوء والتحصن، فأن تقول أعوذ بالله أتحصن وألتجئ وأستعين وأستمد العون من الله جل وعلا من شر الشيطان الرجيم وساوسه المختلفة القلبية العقدية في العبادات وفي غير ذلك كما سيأتي البيان. معنى أيضا كلمة الشيطان قيل لها اشتقاقان، من شطن ومن شاط. شطن بمعنى بعد، فالشيطان بعيد من كل خير، بعيد عن كل خير، يلزم من ذلك قريب من كل شر، بل هو أصل الشر. وقيل من شاط لأنه مخلوق من نار، والمعنيان صحيحان وهما لصيقان بل أصلان في الشيطان، فالشيطان مخلوق من نار وهو بعيد عن كل خير، ولهذا من أسمائه إبليس الفارغ الذي لا خير فيه، والرجيم المبعد المطرود عن رحمة الله، مرجوم مبعد منبوذ. وذكر هذا الوصف للزيادة في تقبيح الشيطان. المسألة الرابعة من مواضع الاستعاذة، أنا قلت من للتبعيض لأن مواضعها كثيرة، لكن من مواضعها قبل التلاوة بنص الآية، ومن مواضعها عند الرقية الشرعية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ومن مواضعها عند الغضب، قال صلى الله عليه وسلم لما غضب أحد الصحابة وانتفخت أوداجه واحمر وجهه قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه شر ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن باب الفائدة عقد النسائي رحمه الله تعالى في آخر السنن كتاباً سماه كتاب الاستعاذة، ذكر فيه أكثر من 60 موضعاً جاءت بها السنة. هذا الكتاب طبع مستقلاً وهو موجود في آخر سنن النسائي. المسألة الخامسة والأخيرة في الاستعاذة، من فوائد الاستعاذة وثمار الاستعاذة. الفائدة الأولى والثمرة الأولى افتقار العباد، افتقار المستعيذ إلى الله جل وعلا،
فالمستعيذ مفتقر محتاج، والمستعاذ به غني محتاج إليه. الفائدة الثانية الغنى المطلق بالله تعالى، فالعبد إذا استعاذ بالله ولجأ منه يسأله كل خير ويطلب منه درء كل شر، فلله الغنى المطلق. الناس فيهم أغنياء ولكن الغنى محدود عندهم وقدرته محدودة، ولهذا في مبحث الأسماء الحسنى قد يطلق بعض أسماء الله على البشر، وقالت امرأة العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم اذكرني عند ربك، لكن هذه العزة وذلك الكرم محدود. أما في شأن الله فلا، لله الأسماء الحسنى والصفات العلى بالغة في الكمال أعناه في الحسن منتهى. الفائدة الثالثة أن عون الله للعبد مرهون بصدق لجوء العبد إلى ربه. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى كم بيننا وبين عرش الرحمن، فقال وعوا بأسماعكم هذه الكلمة أو هذا الجواب، كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة صادقة من قلب عبد صادق، دعوة صادقة من قلب عبد صادق. كلما صدق العبد في دعائه في عبادته في سيرته في جميع شأنه سيرى بوادر التوفيق، بل سيرى التوفيق يأتيه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن صدق أو عون الله جل وعلا لعون الله لعبده مرهون بصدق لجوء العبد إلى الله، ولهذا لاحظ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الاضطرار الانطراح والحاجة شدة الحاجة والتضرع والصدق في الدعاء. الفائدة الرابعة أن الصراع أبدي بين الحق والباطل، الشيطان لا يزال مع العبد بل لا يزال في هذه الحياة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولكن هو أقسم بهذا وأقسم أن يغوي العباد، ولكن ذلك ليس له، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما كان له عليهم من سلطان إلا، لاحظ الاستثناء وما بعده، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الفائدة الخامسة ذكر الوصف يزيد الموصوف حسنا أو قبحا، يزيد الموصوف تعظيما في الحسن أو في القبح. وقد جمعت الاستعاذة بين هذين الأمرين، أعوذ بالله العظيم، التعظيم لمن؟ لله عز وجل، من الشيطان الرجيم، وصف بالقبح، وصف بالذم، وصف بالسوء، زيادة في قبحه أو ليزداد العبد يقينا وعلما بقبحه وسوءه. أقف عند هذا الحد في الاستعاذة وأنتقل إلى البسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى في ألفاظها، ذكر بعض الشراح أن ألفاظ البسملة جاءت على أربعة أنواع في الشرع. اللفظ الأول كامل، بمعنى كامل الألفاظ، أو النوع الأول كامل اللفظ، بسم الله الرحمن الرحيم من مواضعها عند القراءة. اللفظ الثاني أو النوع الثاني ناقص اللفظ، هو كامل المعنى لكن ناقص اللفظ، بسم الله عند الوضوء وعند الذبح. النوع الثالث، النوع الثاني عند الوضوء وعند الذبح وعند الشرب. النوع الثالث بالإضافة،
عند وضع الميت في قبره بسم الله وماذا؟ وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع مبهمة، إذا دخل العبد منزله فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. المسألة الثانية معنى البسملة، ذكر علماء كلاما كثيرا فقالوا الباء للإلصاق، بسم الله قدره بعضهم بسم الله أبتدئ في قراءتي في أكلي في شربي فعلا، وقدره بعضهم اسما بسم الله ابتدائي في تلاوتي في قراءتي في أكلي وفي شربي، والمعنيان صحيحا. ولفظ الجلالة أعرف المعارف، الله المألوه المعبود بحق لا معبود بحق سواه. وهنا تنبيه، بعضهم يعرف إذا جاء يعرف الشهادتين لا إله إلا الله فيقول لا معبود إلا الله، قالوا هذا المعنى وإن كان نية المتكلم صحيحة إلا أن المعنى يحتاج إلى زيادة إيضاح، لأن هناك معبود سوى الله، يعبد المشركون أصناما وأحجارا وأشجارا كلها معبودات باطلة، فإذا قلت لا معبود بحق أخرجت كل ما عبد بباطل. ولهذا ذكر المفسرون أن ابن الزبعرى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال إن عبدوا عيسى، فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى. الشاهد أن كل معبود سوى الله باطل، وعبادته أو من عبد غير الله فعبادته رد وحجة وباطلة عليه. فإذا قلت لا معبود بحق، هذا القيد بحق يخرج ما عبد سوى الله عز وجل. وأسماء الله مشتقة، يعني لها اشتقاق، العزيز من العزة، والكريم من الكرم، والقوي من القوة. ولفظ الجلالة كما قلت لكم الله أعرف المعارف بمعنى مألوه أي معبود، فالعابد يعبد بحق الله جل وعلا. الرحمن الرحيم اسمان كريمان، قيل إن معناهما واحد وقيل أن بينهما اختلافا، قيل فالرحمن عام لجميع الناس والرحيم خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، وقيل الرحمن باعتبار الصفة القائمة بالله تعالى والرحيم باعتبار تعلقها بالعبد. وبكل حال هذه المعاني أو هذه الخلافات أو هذه الاختلافات اختلافات تنوع. المسألة الثالثة البسملة عند أهل القراءات، يقولون لها أربعة أحوال، ثلاث جائز أو ثلاث تجوز وواحدة لا تجوز، ثلاثة أحوال جائزة. الحال الأولى السكت عند الأولى أو عند ختام السورة ثم البسملة ثم أول السورة. أمثل لكم، ختم إنسان سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد سكت، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم سكت، ثم قال قل أعوذ برب الناس، إذن السكت في الجميع وهذا هو السنة. الحالة الثانية السكت عند الأولى والوصل في البقية، فتقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس، وهذه جائزة. الحال الثالثة الوصل في الجميع، ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس. منعوا من الحالة الرابعة وهي الوصل في الأولى والثانية وقطع الثالثة، ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، منعوا هذه وأجازوا الثلاث أو الأحوال الثلاثة الأولى. والسنة كما في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند ماذا؟
عند رؤوس الآية، كل ما ختم آية وقف على رأسها. ولهذا يقول بعض العلماء خلافاً لمن يقول لا بد أن تصل الآية بالتي قبلها إذا كان المعنى لا يكتمل، يقول السنة الوقف على رأس الآية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالقرآن وعليه أنزل يقف عند رؤوس الآية. المسألة الرابعة، البسملة عند أهل اللغة قالوا البسملة مصدر فعلها بسملة وهي منحوتة. النحت عند اللغويين كلمة تختزل في لفظ واحد. أنا أعطيكم بعض الألفاظ وأريد منكم تفسيرها أو بيان اللفظ الكامل لها. مثلا الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحيعلة، ما المراد بها؟ حي على الصلاة. والحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الطبقلة، أطال الله بقاءك. والدمعزة، أدام الله عزك. العرب تعمد إلى اختزال الكلام لأنها تعمد إلى اكتمال المعنى. فإذا قلت الحوقلة، الدمعزة، أوصلت ما تريد. وهنا أنبه تنبيه بسيط قرأته فيما أذكر في كتاب المزهر للسيوطي، أن الحوقلة الصواب أن يقال فيها الحولقة، لأن الحوقلة هي مشية الرجل الكبير، حوقلة إذا مشى الهوينة، هكذا قال وذكر قولا ثانيا. المسألة الخامسة، البسملة عند النحاة ذكروا من فوائدها أنها جمعت أنواع الجر الثلاثة، أنواع الجر بالحرف وبالإضافة وبالتبعية الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم الباء، ولفظ الجلالة بسم الله مضاف، والرحمن الرحيم صفتان. المسألة السادسة، البسملة عند الفقهاء قالوا تتنوع فيها الأحكام التكليفية، تكون شرطاً عند الذبح، وتكون واجبة عند الوضوء لمن تذكر على قول، وتكون سنة عند دخول المنزل، وتكون مكروهة إذا كان في ماذا؟ في الخلاء. وقد سألت أو سمعت الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن المتوضئ إذا كان في دورة المياه وليس هناك مكان للميضة إلا في الدورة، أيسمي أم ماذا؟ قال ذكر الله في الخلاء مكروه، والبسملة على من تذكرها واجبة، فيسمي الله تقديما للواجب على المكروه. المسألة السابعة، البسملة عند المفسرين أجمعوا أولا على أنها بعض آية من سورة ماذا؟ سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أولا. ثانيا، ذكر جمع منهم أنها آية من سورة الفاتحة. ثالثا، ذكر آخرون أنها للفصل بين السور، أنها للفصل بين السور وليست آية. والحال الرابع أو المشرب الرابع، قالوا وليست أو لا يبتدأ بها عند قراءة سورة ماذا؟ سورة التوبة. المسألة الثامنة متعلقة بالسابعة، لماذا لا يبدأ بالبسملة عند التوبة عند قراءة سورة براءة؟ قالوا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعللون ذلك. والتعليل الثاني أن التوبة نزلت بالسيف والتهديد والإخافة للمشركين، والبسملة أمان ورحمة فتركت إمعانا في الشدة على الكافرين. ثالثا، قال إن العرب إذا كتبت كتابا لنقض الصلح أو نقض العهد، إذا رأت شيئا من بوادر الخيانة لا تكتب في خطابها إلى الطرف الآخر بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك قول يقول إن البسملة تركت
لأن البسء الأنفال والتوبة سورة واحدة بحكم أن المعاني متقاربة والأحداث. والله أعلم بالصواب. المسألة التاسعة من مواضع أو من المواضع التي شرعت فيها البسملة كثيرة جدا، عند التلاوة، عند كتابة الكتاب بسم الله من محمد إلى هرقل عظيم الروم، عند الأكل، عند الشرب، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل، عند الخروج من المنزل، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار المنام، وعند الركوب، وعند إرسال كلب الصيد، وعند إغلاق الباب، وعند تخمير الإناء، وعند إيكاء السقاء. ألفاظ كثيرة، ومن رجع إلى كتب الأذكار أو تصفح بعض كتب الأذكار أو رجع إلى المعجم المفهرس أو الحاسوب الكمبيوتر في لفظ بسم الله رأى أعداداً هائلة من تنوع الألفاظ ومن مواضعها. المسألة العاشرة والأخيرة في البسملة من الفوائد والثمرات التي تضمنتها البسملة: أولاً إثبات توحيد الألوهية في لفظ الجلالة بسم الله، فأنت تستعين بالله وتستلهم الرشاد والرشد والعون من الله، هذا إثبات أنك مفتقر والله جل وعلا مفتقر محتاج إليه مستعان به. أيضاً من إثبات توحيد الربوبية أن كل آية أو كل حديث أو كل كلام يتضمن توحيد الألوهية فيستلزم ماذا؟ من باب أولى توحيد ماذا؟ الربوبية. المشركون متناقضون، أقروا بالربوبية ويلزمهم ماذا؟ الألوهية. إذا سئلوا من رب السماوات والأرض قالوا الله، لما تعبدون غير الله؟ هذا تناقض. طيب، وتوحيد الأسماء والصفات: الرحمن الرحيم. في فائدة رابعة أنا أذكر رأسها ومنكم استنباط. الاستنباط: قالوا في البسملة دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أين أخذ أهل العلم ذلك؟ لا تعجل، تأمل قليلا. في البسملة دليل على إثبات الرسالة المحمدية. نعم، لا ما يكفي هذا، ليس العيب أني أخطي وأن تخطي، حاول تخطي مرة مرتين ثلاثا، لكن عود الذهن نحتل. نعم، باب رفع الصوت بالعلم. هم ذكروا قالوا كل كلام طيب، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة تضمنت الفوز والنجاة لمن استعان بالله، واضح؟ وتضمنت أن من أسماء الله الرحمن والرحيم، وطريق معرفة أسماء الله وصفاته لا تكون إلا عن طريق من؟ الرسل، واضح؟ لو جاءنا جائن وقال هذا اسم من أسماء الله، من أين أتيت به؟ فإن قال من القرآن والسنة فالطريق في الأصل من من؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا جميع الأسماء التي جاءت البسملة وما تضمنه الاسم الكريم أنه يحتاج الفوز بطاعة الله إلى طريق، والطريق لا يكون إلا من جهة من؟ جهة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: الجمع بين الترغيب والترهيب دليل على عظمة الله وقهره. بسم الله الرحمن الرحيم، الله العظمة والقهر والغلبة، والرحمن الرحيم اللطيف بعباده، من يرحم عباده. فترغيب وترهيب دليل على كمال قدرة وعظمة الله جل وعلا، فالعبد بين حالة خوف وبين حالة رجاء. السادسة: مخالفة المشركين الذين يبدأون باستعانتهم بأصنامهم وأوثانهم، بينما العبد الموحد بصدق
يستعين بالله بصدق. السابع الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله. أين أخذنا ذلك؟ من أين أخذ هذا؟ قالوا العبد هنا إذا قال بسم الله معناه أبتدئ بسم الله وأستعين بسم الله على قضاء حوائجي، أستعين بقوة الله وبقدرة الله، أسأل الله العون على عملي هذا. فلو كان العبد يخلق فعله محتاج إلى الله كما يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله خلقكم وما تعملون. الفائدة الثامنة والأخيرة ذكر اسم الله عز وجل فيه طرد لشر الشيطان إذا كان الذاكر بصدق. وهنا وقفة، يقول بعض الناس دعوت واستعذت وسميت ومع هذا كله لم أرى تحققا لمطلوبي أو لمطلبي. يقال عدم تحقق المطلوب لا يدل على عدم نفع الاستعاذة والبسملة والدعاء. إذا انتفت عنك الموانع وأتيت بالموجبات، فالدعاء مثلا يدعو بعض الناس ويبكي ويتضرع وما يرى نتيجته، فيقال عدم إذا كان الدعاء سليما فعدم رؤياك لإجابة الدعاء لا تستلزم عدم حصول المنفعة لك. قد يرد الله عنك شرا لا تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، قد تدخر لك الدعوة في الآخرة، قد تجاب ولكن بعد حين لحكمة أرادها الله جل وعلا. إذن ينبغي أن يعلم العبد وأن لا يستعجل قطف الثمرة وتطلع إلى النتيجة، يفعل الأسباب والباقي يتولاه الله عز وجل. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وفيها ما جاء في الخبر القدسي، وفيها ما جاء في الخبر النبوي، وفيها ما جاء عن الصحابة والتابعين، خمسة أنواع. أما ما جاء من أسمائها في القرآن الكريم قيل السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بل قالوا من أسمائها القرآن العظيم القرآن. وجاء أيضا من أسمائها في القرآن أم الكتاب سورة الرعد، وعنده أم الكتاب. هذه أسماء ثلاثة. جاء لها أيضا اسم رابع في الخبر القدسي، قال الله تعالى قسمت ماذا؟ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله إلى آخر الحديث. فمن أسمائها الصلاة. ومن أسمائها في الخبر النبوي أم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا اسم خامس. اسم سادس، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اسم سابع، حديث أبي سعيد بالمعلى أولا أدلك على أعظم سورة، فقال الحمد لله سورة الحمد. ومما جاء من أسمائها الكثيرة عن الصحابة ومن بعدهم الكافية، تكفي ما عداها ولا يكفي ما عداها عنها، والشافية والراقية حديث الرقية والشفاء. ومن أرام الاستزادة من أسمائها فليراجع كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. المسألة الثانية في الفاتحة نوع النزول، نزولها مكي وقيل مدني، والأول هو الأشهر. وهناك قول ثالث
بأنها نزلت ماذا؟ مرتين في مكة والمدينة. والقول الأول هو الصحيح والأشهر، لأن آية الحجر، لأن سورة الحجر ماذا؟ مكية، وفيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مسألة أخرى أيضا فضل السورة. هذه السورة أولا مبحث تفاضل القرآن. هناك من يمنع أن يكون في القرآن تفاضل أو أن يتفاضل بعضه على بعض، والصحيح أن القرآن يتفاضل وأن الأنبياء يتفاضلون وأن الملائكة يتفاضلون وأن الصحابة يتفاضلون، لكن القاعدة والضابط في مبحث التفاضل مرجعه إلى ماذا؟ إلى النص الشرعي. وقد نص السلف الصالح في مصنفاتهم العقدية على أن التفاضل لا يكون إلا بنص شرعي. قد أتوسع قليل الفائدة. هذا المبحث من أسباب نشوء البدع عدم ضبط هذا المبحث وعدم الرجوع إلى النصوص في هذا المبحث. نحن في هذا المسجد لو أتانا آتٍ وقال انتقلوا بهذه الحلقة إلى الجهة الشرقية الجنوبية فذلك المكان أفضل، يقال أفضل من أي ناحية؟ إذا قال أفضل من حيث التكييف هل يوافق على كلامه؟ نعم أفضل من حيث التكييف، أفضل من حيث الإضاءة، يوافق. لكن إذا قال أفضل من حيث كثرة الحسنات هل يوافق؟ لا يوافق. الصف في الصلاة، لو قال قائل يا أصحاب أو احرصوا أو لا صلوا في البقعة الشمالية، لماذا؟ قال البقعة الجنوبية لم تنظف بالكامل وفيها أتربة وفيها روائح بسبب المرور بالأحذية عليها، نقول نعم. أما إذا قال أفضل أجرا لا يطاع بل ينكر عليه. ولهذا جاء أصل الحرم المكي أفضل من الحرم النبوي بالنص الشرعي، أليس كذلك؟ والحرم النبوي أفضل من الأقصى بالنص الشرعي أيضا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. القرآن يتفاضل، آية الكرسي أفضل من غيرها، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الزمان يتفاضل، الصيام في الاثنين والخميس أفضل. أهل اللي وقعوا في البدع، خذ مثلا فضلوا ليلة أول جمعة من رجب وأقاموا الصلاة فيها، هذا التفضيل بدون دليل نشأت بدعة. ليلة المولد النبوي أو يوم المولد النبوي عظم أذكار قصائد وما شكل ذلك، هذا التفضيل من أين أتاكم؟ من آية؟ من حديث؟ قل هاتوا برهانكم. إذن مسألة الخلل في إعطاء بقعة معينة أو يوم معين أو ليلة معينة، إعطاء الفضل لهذه البقعة بدون دليل، هذا منشأ لمخالفة السنة ومنشأ لولادة البدع. مسألة أخرى في الفاتحة من مواضع قراءتها، تقرأ في كل ركعة في الصلاة سرية أو جهرية، كان المصلي منفردا أو إماما أو مأموما، وفي كل صلاة لتدخل في ذلك صلاة ماذا؟ الجنازة. أيضا تقرأ في الرقية الشرعية. القرآن كله بركة، لكن كما قيل تفاضل. وقد ذكر ابن حجر أن النسائي أخرج حديثا وأظن صح إسناده أنها تقرأ 7 مرات
على المريض. ولعل أحدكم غدا يفيد الإخوة ويفيدني بلفظ هذا الحديث في النسائي. المسألة الأخرى في الفاتحة معاني ألفاظ الفاتحة. صنف العلماء كتبا مستقلة في تفسير هذه السورة العظيمة، والتفاسير تطيل أو يطيل مفسرون الكلام عليها. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الوصف والثناء الجميل، وتقدم الكلام عن لفظ الجلالة. ورب العالمين، العالمين كل شيء سوى الله، عالم السماوات، عالم الأراضين، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم البهائم، عالم الإنس، كل هؤلاء مربوبة والله ربها، كلها مخلوقة والله خالقها. وتقدم الكلام على الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قراءتنا نحن مالك، وأكثر القراء على ماذا؟ ملكي. والقراءتان متواترتان، والله تعالى مالك كل شيء، ولكن خص يوم الدين لانتفاء ملك أي شيء. ولمن الملك اليوم؟ لله. في الدنيا ملوك، في الدنيا أناس يملكون أراضي، يملكون بيوت، أما في الآخرة فقد انقطع كل شيء، ولم يبق إلا الملك لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين، من الخطأ في قراءتها ماذا؟ إياك. وإيا معناها الضياء، وهذا لحن جلي ويختل المعنى. الآية ضياء الشمس، فهذا من ما يخفى على بعض من يقرأ من الأئمة أو غير الأئمة. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان عن ثقل في لسانه والقرآن شاق عليه وهو يتعتع فيه فله أجر، أما إذا كان عنده قدرة فلا يجوز. إياك نعبد وإياك نستعين، أخر الفعل نعبد ونستعين وقدم إياك لإفادة ماذا؟ الحصر. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. الاستعانة طلب العون من الله عز وجل. وسيأتي في الثمار أو في فوائد الفاتحة شيئا من ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية أنواع، قسمها بعضهم تارة إلى أربعة أقسام، وتارة إلى قسمين، وهذه الأقسام تجتمع وتفترق. هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. التوفيق والإلهام لله تعالى، خاصة بالله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنك هداية التوفيق إرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، خاتمة الشورى. أنت إذا دعوت الناس تدلهم وترشدهم إلى الخير، أما أن يؤثر في قلوبهم وعظك وإرشادك فهذا أمره إلى الله عز وجل. وقسم بعضهم الهداية إلى أربعة أنواع، فذكر منها هداية الخلق جميعا إلى معائشهم، الإنس والجن والبهائم، إلى أكلهم، إلى مشاربهم، إلى مساكنهم. وأيضا النوع الثاني قالوا هداية أهل الجنة إلى منازلهم، وهداية أهل النار إلى منازلهم، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم بإذن الله تعالى. والنوع الرابع قال هو الدلالة والإرشاد والإلهام والتوفيق. الصراط المستقيم طريق الحق، وقيل الإسلام وقيل القرآن. والقاعدة في التفسير إذا تعددت المعاني واللفظ يحتملها
فلا يصرف منها شيء بل تؤخذ جميعا. ولهذا هذا من اختلاف التنوع. فمثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال بعض المفسرين الزوجة الصالحة، وقال بعضهم الرزق الحلال، وقال بعضهم الدار الواسعة، وقال بعضهم الذرية الطيبة. ولا تستطيع أن تأخذ لفظا وتخرج آخر، فالآية تشمل أو المعاني كلها تدخل في ضمن الآية. والصراط المستقيم، إذا قلت القرآن فأصبت، وإذا قلت طريق الحق أصبت، طريق الحق أصبت، وإذا قلت الإسلام أصبت. فالمعاني كلها، الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. صراط الذين أنعمت عليهم تفسير وبيان للصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم أيضا بيان، وفيها أن الطرق أنواع، طرق للضلال وطريق للحق. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، على الأشهر من أقوال الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى، وقد جاء ذلك مرفوعا ولا أدري عن صحته. قبل الانتقال إلى فوائد السورة أحب أن أذكر مسألة: هل يؤمن بعد قراءة الفاتحة؟ أما في الصلاة فلا إشكال، يتأكد ذلك، ولكن السؤال في غير الصلاة. لو قرأ إنسان الفاتحة في غير الصلاة، مثلا في تعلم، في درس، في مقرأة الإقراء، ثم قال القارئ ولا الضالين، هل يؤمن أو لا يؤمن؟ الشافعية الأصح عندهم أنه يؤمن بعد الفاتحة ولو في غير صلاة، لأنها دعاء، ولأن آمين بمعنى ماذا؟ اللهم استجب. ويرى بعض أهل العلم هذا القول من غير الشافعية. وأذكر أنني زرت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مرضه، فاستفدت من تلك الجلسة فوائد ثلاث. دخلت عليه بعد الظهر فقال لي أحد الفضلاء: لو رقيت الشيخ. فطلبت من الشيخ الرقية ولم يطلبها هو، فقال: لك ذلك. فكنت أقرأ عليه الفاتحة، فإذا فرغت قال آمين، فأعدتها مرات، أظن 7 مرات، وهو يقول آمين آمين. وهناك أيضا فائدتان اثنتان أرجئهما إلى بعد ذكر فوائد السورة حتى لا الوقت أزف. من فوائد سورة الفاتحة، فوائدها كثيرة وكثيرة ولا يحصيها ديوان كاتب، لكن منها أن تعظيم شأن الله، العبد إذا تلا فاتحة، إذا عظم العبد شأن الله وذكر بعض أسماءه وصفاته زاد إيمانه وتعلقه وحبه لله، والفاتحة قد جمعت ذلك كله. والفائدة الثانية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة في الفاتحة: الألوهية لله، الربوبية رب العالمين، الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. الفائدة الثالثة الكمال المطلق والغنى المطلق لله تعالى، فالأوصاف العظيمة الكاملة الحسنى له، والأسماء الكاملة له، وهو المحتاج والمفتقر إليه، وله المنة على عباده. والعبد فقير، إياك نعبد وإياك نستعين، محتاج ضعيف، يستعين بربه، يتذلل لربه، والمستعان هو القوي، والله المستعان على ما تصفه. الفائدة الأخرى أو الثالثة والرابعة إثبات الرسالة. عرفنا
في فوائد البسملة كيف استنبط العلماء إثبات الرسالة. هنا الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الوصف والثناء الجميل، ولا تعرف وصف الله والثناء وأسماء الله إلا من طريق من؟ الرسالة. اهدنا الصراط المستقيم، أن تريد تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تعبد الله على أي طريق؟ من تتبع؟ تتبع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم، تطلب هداية صراط معين المستقيم، ولا يعرف الصراط المستقيم إلا من طريق الرسل، الرسول عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة طرد العجب والكبر من نفس العبد. إذا قرأ إياك نعبد إياك نستعين، محتاج، ضعيف، ذليل، اهدنا، محتاج، خائف أن تزل به القدم. السادسة كما تقدم في البسملة الرد على القدرية الذين يزعمون بأن العبد يخلق فعله. العبد محتاج، العبد فقير. يا ربي أعبد إياك بحق، يا ربي أعني، يا رب اهدني، كلنا نقول ذلك، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا، افتقار، محتاجون. السابعة تقديم الثناء على الدعاء من كمال الدعاء، تقديم الثناء على الدعاء من أسباب قبول الدعاء، يسميها العلماء تقديم الرسائل بين يدي المسائل. لاحظ، الحمد لله رب العالمين ثناء وتمجيد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم اعتراف إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاء السؤال اهدنا الصراط المستقيم. الأنبياء نهجوا هذا النهج، ربي موسى عليه السلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يثني على الله أنه أن الله الغني وأن العبد فقير. ذو النون يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أثناء، سبحانك، ثناء، تنزيه، إني كنت من الظالمين، دعاء، مسألة دعاء، عبادة، أي النوع، أي أنواع الدعاء دعا به. إذن تقديم الثناء حتى في ملك الدنيا، ولله المثل الأعلى، أنت إذا أردت حاجة من أحد يملكها تذكر بعض فضائله أو تذكر حاجتك له، نظرا لما أفاء الله عليكم، نظرا أنك تحب الخير، تحب الكرم، شهد لك بالخير، فإني أسألك هذه الحاجة، يقدر عليها. فتقديم الثناء بين يدي الدعاء من أسباب قبول الدعاء. الفائدة الثامنة أن طريق الحق واحد، وأن طرق الضلال متشعبة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد، غير المغضوب عليهم، غير طريق المغضوب عليهم، وغير طريق الضالين، ومن تشعب منهم، ومن سار على نهجهم. الفائدة التاسعة معرفة طرق الضلال تعين داعية الحق إلى التبصر. في سورة الأنعام وكذلك نصرف الآيات ولتستبين، قراءة على الفاعل تستبين سبيل، مفعولية تستبين يا محمد سبيل المجرمين، وعلى الفاعلية ولتستبين لك سبيل المجرمين. إذن الناس على أربعة أقسام، من يستبين سبيل المؤمنين لكن ما يستبين سبيل المجرمين يقع في الخلل، منهم من يستبين سبيل المجرمين ويعرف مشاربهم لكن يجهل سبيل المؤمنين فيقع في متناقضات، ومنهم من لا يعرف لا هذا ولا هذا، ومنهم من يعرف سبيل المؤمنين فيتبعه وسبيل المجرمين فيجتنب ويحذر. فأنت يا طالب العلم إذا كنت على علم وتطلب العلم تأصيلا من كتب السلف الصالح وتمشي على بينة وعلى سنة، وعرفت المذاهب والمشارب الباطلة من علمنة وتصوف ورفض وما شاكلة وما جد من الأسماء اليسار والليبرالية وما شاكلها، كل ما كنت على بينة كشف العلم الشرعي بفضل الله لك عوار تلك المذاهب الهدامة. أما إذا كنت على ضعف في التحصيل الشرعي
وعلى ضعف في مذاهب القوم فقد تكون عونا له. الفائدة الأخيرة: تكذيب اليهود والنصارى الزاعمين بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فالفاتحة كذبتهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود ولا الضالين النصارى، فبين الله أن القوم مغضوب عليهم وأنهم ضالون، وهؤلاء أبعد الناس عن ولاية الله. أما زعمهم أنهم أبناء الله فذلك من أكذب الكذب ومن أبطل الباطل. بعض العلماء استنبط فائدة في الحقيقة، قال: في الفاتحة إثبات لخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه ولفضل الصديق. يقول من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجاء بيان المنعم عليهم في سورة النساء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن والصديقين، والصديق رضي الله عنه هو رأس الصديقين بعد الأنبياء والرسل. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14531.